راهنش عليها بأي شكل من الأشكال. التوازن اللي عمله فايلا في الشوط الأولاني، الشوط الأولاني النادي الأهلي بيلعب أكنه بيلعب في استاد اسكندرية، أكنه بيلعب في استاد القاهرة، أكنه بيلعب في استاد السويس. أنا مش شايف فرقة مضغوطة مقفول عليها عاملة زون، لا 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 لا، ده بيلعب جيم متوازن، بيهاجم صن داونز هناك في ملعبه الساعة 3 الظهر يوم السبت، ودرجة الحرارة حاجة و30 ونسبة الرطوبة حاجة و70 والدنيا مرار طافح، واروح العب جيم متوازن وهاجم بالمنظر ده. السر في ايه؟ السر ان انا عندي قدرات بدنية عالية جدا متمثلة في مين؟ في مجموعة الافارقة اللي كانت موجودة. كسب الرهان ان اليو باجي على حساب مروان محسن، كسب الرهان في جيرالدو على حساب الشحات، كسب الرهان بثلاثة فندر في قلب الملعب، وان محمود متولي يبقى هو اللعيب الارتكازي قدام الثلاثة، كسب الرهان في احمد فتحي هو الظهير الايه؟ الايمن. كانت هناك بعض الاقاويل ان ايمن اشرف ممكن يخش مكان علي معلول في الحتة دي، انما هو فضل ان يبقى في عنصر تقيل خبرة. علي معلول هو صاحب هدف النصر النهارده، هو صاحب الجول، هو الجول ايه؟ اوفر، الباك بيقلش بتخش جول خلاص. مين اللي حل عندك الحلول؟ علي معلول صاحب الحلول في وقت الازمات، دور على معلول. نادي الاهلي النهارده الحمد لله رب العالمين بيحقق العلامه الكامله على كل المستويات، على مستوى تشكيل ما قبل اللقاء، على مستوى التكتيك، على مستوى النتيجة، على مستوى الأداء، على مستوى الثأر، على مستوى التأهل، على مستوى روح القتالية العالية، على مستوى التعامل النفسي والضغوط العصبية اللي صدرها النادي الأهلي للاتحاد الأفريقي ناحية الحكم، واللي شفناها النهاردة حكم بيشتغل فيها بنسبة 1000000%. ليه؟ لان الضغط عليه، الضغط عليه، وده طبعا يحسب لإدارة النادي الاهلي المحترفة المحترمة، ولازم تحطوا الكلمتين دول ما يعديش على ودنك كده، لان انا في اوقات كتير قوي الكلمة بتطلع مني بمليون حساب وحساب، لما اقول في موقف زي كده يحسب لإدارة النادي الاهلي المحترفة الأول المحترمة التاني، يبقى لازم تعرف ان الكلام له معنى، ومعنى كبير جدا. إدارة تعرف ازاي، تعرف ازاي توفر الأجواء المناسبة لفرقتها بأسلوب محترم، بأسلوب ايه؟ محترم. هو سيد عبد الحفيظ النهاردة ولا إدارة النادي الأهلي عملت ايه مع بكاري جسامة؟ طلعت جواب للاتحاد الافريقي، الراجل ده احنا معترضين عليه عشان 1 2 3 4، والكلام يعلن في وسائل الاعلام عشان يوصل له. يبقى في ضغط من الاتحاد الافريقي، سماعات التليفون هتشتغل، خلي بالك علشان الناس حاطينك ومسبقين هم بالهجوم عليك. والاعلام وبكاي جسامة من الحكام اللي ليهم سمعة وصيت في 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 افريقيا، فمش من مصلحته انه يخسر مصر، ولا هوش في مصلحته ان الاتحاد الافريقي يبقى عطت عليه علامات استفهام ناحيه ايه؟ ناحيه مصر. فبالتالي مشي على الصراط المستقيم، خاصه ان مباراه الذئاب كانت بنتيجه صعب تعويضها، نتيجه 2-0 صعب تعويضها. ولعلنا ادركنا جيدا واقتنعنا بما لا يدع مجالا للشك ان الهدف بره ملعبك بيبقى مفعوله مفعول السحر. شفنا نادي الزمالك كسبان بنتيجه 3-1، انما النتيجه ما كانتش غير مطمئنه، لان 2-0 في تونس تخرج. فالهدف اللي جابه الترجي بره ملعبه اديكم شايفين عمل اجواء متوتره فنيا ازاي. الاهلي بيكسب 2-0، بتيجي بره ملعبه بيجيب جول، يبقى التاني عاوز 4،
نادي الزمالك امبارح لو جاب جول شكر الله وسعاكم، انتهت الليله انتهت الليله. يبقى برضه عاوز يخسر 4-1 علشان يخرج، هيبقى نفس الكلام. انما طبعا يعني في اوقات كتير، وانا بقول كده ليه؟ علشان نعتبر فيما هو قادم، نعتبر فيما هو قادم. خلاص الزمالك هيقابل الرجاء في دور الاربعه من البطوله باذن الله، والاهلي في الغالب هيقابل الوداد، والفرقتين من المغرب ديت برضو من الحاجات اللي انا لما قريت بقى وشفت امبارح وعرفت ان الاتحاد المغربي طبعا منع الجمهور ان هو يتواجد فيما هو قادم من المباريات، فالمباريات هتبقى بدون جمهور، هتبقى بدون جمهور. فلما هتيجي تلعب الرجاء هناك هتلعبه بدون جمهور، لما هتيجي تلعب الوداد هناك هتلعبه بدون جمهور. فبالتالي الامور يعني هتبقى في صالح الاهلي والزمالك ان شاء الله بشكل ايه كبير. ايهاب البدري بيقول لي دي نقطة محترمة، طبعا لابد ان انت تبقى مفكر في الامور ديت، لابد ان انت تبقى مفكر في الامور ديت كلها. من هو رجل المباراة النهارده في النادي الاهلي؟ سؤال الناس اللي موجودة معايا جاوب عليه، تمام؟ جاوب عليه برضو، لان ما شاء الله عليكم ما شاء الله الناس اللي شغالة معايا دلوقتي في اللايف، يعني اقول لكم ايه، تشتغلوا مديرين فنيين، يعني اغلبيه الناس بترد ردود. يعني واحد بيقول لي الشناوي الشناوي معلول، ماشي يعني معاكم بقى، يعني احمد فتحي الشناوي الشناوي معاكم برضو، يعني اتكلموا وائل وعمر وشريف واحمد عسكر واحمد احمد وعمر مهدي واحمد نصر وسالم ونسر الصعيد وفوكس وادهم صبري وجيرالدين ايه الدوره ماشي، ومحمد علاء ووائل ابو العزم وسامح وعمر جمال الشناوي. مين اللي قال لي فايلر؟ مين؟ استنى استنى هنا، تعالى لي تعالى لي. عادل عباس اول واحد قال فايلر ولا مين؟ وعبد الحميد جودي، جودي عبد الحميد والفريق كله ماشي. بس انا بتفق معاكم، وده ما ينفعش ايهاب البدري، وده ما ينفيش ان بقيه الناس بتتكلم في الصح برضه. يعني اللي قال الشناوي صح، واللي قال الفرقه كلها صح، واللي قال فتحي صح. انما انا لو 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 ها لو ها صوتي دوت هيتعمل، لا ده الخطيب ده موضوع تاني، محمد جلال لا ده قصه تانيه، ده لوحده، ده ما ينفعش يخش في وسط الايه الناس، لان الراجل ده الراجل ده تحمل الفتره اللي فاتت ما لا يتحمله بشر. كابتن محمود الخطيب تحمل الفترة اللي فاتت ما لا يتحمله بشر، اتضرب كمية ضرب، كابتن محمود الخطيب اتضرب كمية ضرب غير طبيعية غير طبيعية، ومن كل الاتجاهات كان بيتضرب فيه، كان من كل الاتجاهات بيتضرب فيه. وبيضرب مثل لناس كتيرة جدا في الوسط الرياضي بقيمة القيادة. بيتصدر المشهد في الهلال، ماتش صعب جدا، ماتش الهلال السوداني ده خلي بالكوا ده يخرج النادي الاهلي مرتاح بالاجواء الطين اللي اتلعب فيها اللي اتلعب فيها. بيتصدر المشهد هناك وبيروح وبيقعد مع السفير ونواحي امنية الى اخره. النادي الاهلي ربنا بيكرمه وبيكرم الراجل وبيرجع. بيتصدر المشهد في سان داونز، ماتش صعب جدا وطار بايت مع النادي الاهلي، ربنا بيكرمه النهارده وبيرد الطار وبيرجع. فربنا سبحانه وتعالى يشاء ان يرضي عبده الفقير اليه، كابتن محمود الخطيب، بعدما تلقى الكثير والكثير من الضربات والكثير والكثير من الاوجاع ومن كل الناس، من كل الناس من جواه ومن براه. يعني الكلام برضه مفهوم يعني ومعروف، انما هو ربنا سبحانه وتعالى النهارده بينصره. واحنا عادتنا كده كلعيبه كوره خلي بالكم، يعني احنا كلعيبه كوره دايما دائما وابدا يعني بنبجل كباتننا وبنبجل قيمنا الكبيره. يعني تلاقينا لغايه النهارده تقابل الكابتن حسن شحاته تقف له باحترام وتقدير، تقابل الكابتن ايمن يونس تقف له احترام وتقدير، كابتن محمود الخطيب مصر كلها تقف له احترام وتقدير، تقف له كلها احترام على المستوى الانساني وعلى المستوى المهني وعلى مستوى التاريخ وعلى مستوى
حاجات كتيرة جدا جدا جدا. حتة الشغل بقى نتفق فيها، نختلف فيها، نختلف في السياسات، نختلف في الإدارات، موجود في الدنيا كلها، مفيش حد عنده العلامة الإيه الكاملة في كل حاجة، في أي قيادة في الدنيا كلها بيبقى ليه وعليه، مفيش حد أبدا بيدير حاجة إلا لما بيبقى له وعليه. إنما إحنا بنتكلم هنا على القيمة الإنسانية والقيمة التاريخية والقيمة الأخلاقية للكابتن محمود الخطيب كرمز من رموز كرة القدم في مصر، شاء من شاء وأبى من إيه أبى، إنما هو ده حقه اللي لازم ياخده النهاردة من واحد زملكاوي، من واحد زملكاوي. تمام، لا نخشى في قول الحق لومة إيه لائم في أي حد، في أي حد.